فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكبرين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول المالكية، وقلنا أنه لابد إنصافا ندور على كل أصول المذاهب الأربعة ورجالات المذاهب الأربعة، وأيضا هذا طلب من مغربي غالي كما كان في أصول السلف طلب من مغربي غالي، فقلنا له تعالى، لما قالوا له إحنا عندنا أصول وأنت ما عندكمش أصول، أردنا أن نثبت الأصول المعوجة والأصول المعتدلة، وقلنا بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. عامة أصول المالكية، وسنمر إن شاء الله على أصول الحنفية وأصول الحنابلة وأصول الشافعية، كنا مررنا عليها إجمالا، فيستوجب هذا مذهبنا، فيستوجب أن نوسع القول في أصول الشافعية بإذن الله تعالى. من أصول المالكية الأصول المختلف فيها بقى هنا، من أصول المالكية الكلام على قول الصاحب، من أصول المالكية قول الصاحب. عليكم السلام وبركاته. أرد معك يا معاذ، ما زلنا نذكرك بالخير، وأننا نسعى إلى أن نعطي أصول المذاهب الأربعة مع رجالات المذاهب الأربعة بإذن الله تعالى. أصحابك الفتوى، نعم شغال عندي أنا. رجالات كل مذهب بإذن الله تعالى رضي الله عنك، يعني فوق الرأس كلامك أمر يا أستاذ معاذ. مايك التليجرام الآن شغال، أعتقد مايك التليجرام الآن شغال. حفظكم ربي وأحسن الله عليكم. رضي الله عنك يا أبو مصعب. أصول المالكية قول الصاحب. عليكم السلام وبركاته حبيبي يا أستاذ محمد. طيب خلاص، أنت عايزين بس لقاء معك، عايزين نتكلم معا، ممكن فضيل الشيخ محمد؟ ممتاز هاخده منه الليلة إن شاء الله. أريد نتكلم معا إذا سمحت، أريدك أدخل عليا. شوفوا فضيل الشيخ محمد، إنسان لو دخل أعمل ما اسمه، أعمل قبول ولا أعمل اللي بتعملوه ده. ماشي، شوف إيش اللي فيه. من أصول الملكية قول الصاحب، وهذا عظيم جدا هذا الباب، وهو الكلام على قول الصاحب، لا سيما وأن الإمام مالك كان مهتما جدا بأقوال الصحابة، والموطأ كثير من أقوال الصحابة، لا سيما ابن عمر في هذا الباب. أنا ما معي هاتف، لكن من أراد الهاتف ممكن حضرتك تاخد الهاتف من المشرفين أو تدخل على التليجرام، أراك أبعث لك رسالة وبعدين تواصلني، ما فيها مشاكل، أكون خادما لك. فمالك ضمن الكتاب، ضمن له فتاوى الصحابة وقال الصحابة، نعم، وأقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وتلقى ذلك من الفقهاء السبعة. حبك الله احتنى فيه يا حبيبي، أحسن الله عليك. ومعنى قول الصاحب هنا يعني أنه حجة أو غير حجة، هذه المسألة فيها صعوبة ووعورة، لأن يعني الخلاف فيها كبير جدا. الأشاعرة يقولون وجمهور أهل السنة والجماعة يقولون قول الصاحب ليس بحجة، وده كلام الأشاعرة، وابن القيم وابن تيمية ينقلون يقولون وقول وجمهور أهل السنة والجماعة يقولون قول الصاحب حجة. إيش البحث هذا؟ أهل السنة والجماعة يقولون ليس بحجة، أهل السنة والجماعة يقولون حجة. طبعا أما الأول الذين يقولون بأنه حجة هؤلاء الأشاعرة، أكثر كتاب الأصول الأشاعرة الذين قد خسفوا بالأصول في الأرض وضيعوها وأفسدوها بعلم الكلام الذي أدخلوا فيها. عليكم السلام عليكم أستاذ حاتم، رد معك يا صدق جاري أحسن، يعني الحمد لله على هذا الحرص، أسعد جدا بهذا الحرص، آمين. فأقول إخوتي الكرام، الحقيقة ما نقله
جاهز؟ طيب هات يا شيخ. الحقيقة يعني طول الصاحب من الأهمية بمكان، وهذه مبحث بيقول لك هو جاهز فانت أدخله. قول الصاحب من الأهمية بمكان، وهذا مبحث لابد أن نقف معه طويلا، لأننا عندما نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، غصة في إيش؟ في في ها غصة في حلوق هؤلاء. لأنك تقول له تعالى ما الذي قلت عليه؟ الحمد لله أستاذ طه ربنا بارك. أستاذ محمد، أستاذ محمد فضيل شيخ محمد الإنسان. فغصة في حلوقهم. وبعدين الصحابة هم حملة الدين، ما وصلنا الدين رضي الله إلا على أكتافهم. وأيضا هؤلاء حق الناس بالفتوى، وهؤلاء حق الناس بالاجتهاد، بل الله أراد أن يربينا على حب هؤلاء وأن يعلمنا أن الحق مع هؤلاء، بأن الله تعالى جعل لهم مساحة الاجتهاد مع وجود الوحي، جعل لهم الاجتهاد مع وجود الوحي. وحديثة العسيف ليست ببعيد عنها عنا، قال فأفتاني أهل العلم، وده في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر مع 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 جلوسه بين يدي النبي اجتهد في التعبير، عمر اجتهد وقال نهاك الله عن الصراع عن المنافقين، قال خيرني ربي بين خيرتين يا عمر. سؤال ده مزاد السنة، ما زلت في المعمل طبعا، ما زلت في المعمل والكيمياء بأسئلة ذهبت. أي نعم. طيب هنبين، هؤلاء خربوا الأصول أصلا، وبعدين أنت تراهم يحفظون حفظا النص ولا يستطيعون استخدامه. وأصلا هذا العلم لا يكون علما إلا بالتمرس، يعني إتقان العلم هذا لا يظهر إتقانه إلا بالتمرس. أصول المالكية، أصول المالكية قول الصاحب، وقول الصاحب هل هو حجة؟ ليس حجة. مالك جاء عام وقال ثلاثة هو حجة، ليس حجة في تفصيل. وحقيقة الأمر كما قلت، نقل هذا العالم النبيلي ابن القيم أن أهل السنة الجماعة قالوا بأن قول الصاحب ليس بحجة، قول الصاحب بحجة. وهؤلاء نقلوا أن أهل السنة الجماعة قالوا بأن قول الصاحب ليس بحجة. والشافعي له قولان، قول قديم وقول جديد. والقول القديم هو أنه حجة، والقول الجديد هم قالوا المعتمد أنه ليس بحجة، مع أنه يتخذ أقوال الصحابة حجة في أكثر من مسألة عملية لو كنت تراجع الأمة وترى ذلك. وهذه أنا أصلا إن شاء الله سيخرج لهم يعني شيء جديد عشان يتعلموا كيف يتعلموا على المذهب، هو مراجعات المزني للشافعي، مراجعات الموزني للشافعي في مختصر الموزني، وانت ترى ذلك، ليتعلموا عشان المتأخرون يتعلمون كيف حقا النظر في المسائل الفقهية، كيف تكون الفقه ملكة. الفقه مش صم ببغاء، الفقه ملكة، والملكة لا يعطاها أي أحد. الله جل في علاه لو حكم شؤون في عبادي من يعطيه هذه الملكة ممن يسحبها منه. عامة إن شاء الله سيكون هذا الأمر على اتباع حتى ترى كيف تتعلم الفقه الصحيح. أقول إخوتي الكرام، قول الصاحب، من الصاحب أولا؟ من الصاحب؟ الصاحب عرفه المحدثون وعرفه الأصوليون. وما دمنا نتكلم الآن على قول الصاحب فله حظ ونصيب من باب الحديث، ولو حظ ونصيب من باب الأصول، لأنه قول الصاحب هيكون القول والفعل والإقرار، يعني على السواء في هذا الباب كما قلنا بقول النبي وإقراره وأيضا فعله نفس الأمر، قول الصاحب وفعل الصاحب وإقرار الصاحب. المحدثون يرون أن الصاحب هو سيبها لسه، خلاص ما نأتي فيه، احنا لسه هنبين بارك. أقول قول الصاحب هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك ولو تخللت الردة، يصدق عليه قول الصاحب. هذا عند المحدثين سواء طالت المدة أو لم تطل. أما الإسفرايني لما يكون وهما، أبو إسحاق الإسفرايني بيشترط طول الصحبة، يعني طول زمان، يشترط طول الزمان. الشافعي المغني بعد أصول المالكية. أما الأصوليون هم قالوا
كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولزمه زمنا طويلا على ما قالوا من؟ على ما قالوا إسفارين. لا وتخللت الردة لكن مات مؤمنا يكون صاحبا. عبد الله بن أبي الصرح ارتد ورجع وحسن إسلامه، فهو صاحب من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نقل الإمام مالك في تعريف المحدثين للصاحب وقد قاله كيف ذلك؟ لما أكون زعلان يا أستاذ أحمد؟ أنا أولا خذ عني لا أحزن من أحد قط فضلا على فعلا، ولو حتى آذاني ولو أساء إلي لا أحزن من أحد، هذه من الله لي يعني، من الله علي ما أحزن من أحد، وما ما ما, ما يأتي قلبي غيظ على أحد بحال من الأحوال، لكني كما قلت لا أعادي أحد ولا أسيء لأحد، لكن لا حيشكني أعتبر رقبته يعني بالتصريح مش بالتلميح، بالتصريح مش بالتلميح، انت هتشكيني اصلا ما عندك شيء انا ولا اترك فيك نفس، هي هكذا ليس تاخيرا، هذا غياب وانا مستاء جدا من هذا الغياب، انت غبت صباحا مساء والان، وهقتله مش زعلان لان هو اللي عمل كده، انا لن اسامح. فشوف لو اخطا فيها من كان مهذبا مؤدبا وارى منه يريد ديانه انا تحت رجلي اقسم بالله، وإن كان نصحا أمينا أقسم بربي تحت قدم، ولا يمكن أن النصح الأمين هذا أخلص الناس يا رجل، لكن حاقد حاسد أو ملتوي وسيء النية يحتمل ما يأتي. نعم هذا أهل البدع وغيرهم أيضا أصحاب الالتواء اللي يبتسم لك ابتسامات بص جعل الشفا وسط للقفا، الشفا وصل للقفا فهناك يطلع منها سكينة ويضربك في قلبك ثم يضربك في قلبك، ليه؟ لأنه في أحقاد في القلب وحسد وأشياء بقى غريبة بتعتمل في الداخل. ونحن نحبكم بالذات. أقول إخوتي الكرام، ابن تيمية نقل عن الإمام مالك تعريف الصحابي بأنه من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوما أو رأى مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك، له من الصحبة بقدر ذلك. والحقيقة أن البعض أيضا المحدثين قالوا بأن الصاحب كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هنا يأتي المناطق ليقولوا لا هذا تعريف ليس جامعا، ايش هو ده اللي فالحين فيه، ده اللي فالحين فيه ولا ينفعون بشيء. قالوا ليس بجامع مانع، لانه معنى تقول رآه ابو ابن ام مكتوم لم يرى، ممكن احد يتفز لك فرغ يقول لا رآه بقلبي وسمعه باذني، فيبقى اذا يعني يدخل في رآه في هذا الباب، لكن حقيقه الاولى ان يقال لقي النبي صلى الله عليه وسلم، الاولى ان يقال لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في اللغة تحتمل هذا، لما يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه رأى رؤيا ومشى في هذا الباب، لأنه مش ممكن يراه ولا يتكلم معه، إلا في النوادر في بعض من رأى يقولون وله رؤية، حتى ما يجيبهاش صحبة ممتلئة يقول إيش وله رؤية، ما يجعلش صحبة ممتلئة. عامة اشتراط طول الزمان من الأصوليين، اشتراط الصحبة بطول الزمان هذا من بعض الأصوليين الإسفرايني وغير الإسفرايني، وكلامه خطأ. والصاحب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك. الكلام عندنا في مذهب مالك قول الصاحب، احنا تعرفنا الصاحب حتى لا لما نعرف الصاحب حتى نخرج من مين؟ التابعين. نعم فين؟ لا هو كلام هو صحيح. احنا بندرس ايش؟ اصول الملكية على قول الصح. فهو بيقول لك عرف الصاحب عشان تعرف من الذي يكون قول حجة من غير ايش؟ حج؟ مش ابو حنيفة قال ايش؟ قال فما جاءنا عن الصحابة فعلى العين وعلى الرأس
وحبا وإيه وكرامة. وما جاءنا التابعين فهم رجال ونحن رجال، فهم رجال ونحن رجال. طيب يبقى إذن الصاحب عرفناه، قول الصاحب ما هو قول الصاحب عشان نعرف أين النزاع. أنت العالم الجليل، العالم الراسخ هو الذي يذهب إلى 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 محل النزاع. فقول الصاحب هو قوله، والمعنى فتواه أو رأيه أو مذهبه، هذا كله عند الأصولين واحد. قول الصاحب هو قوله في مسألة ما أو فتواه أو رأيه، نعم، أو فعله الذي يقرر حكما، هذا قول الصاحب. والمعنى أو تقريره طبعا. والمعنى سيكون هنا قوله في إيش؟ ليس في العموم، ده في الخصوص، قوله فيما لا دليل فيه. يبقى المعنى أنه قوله اجتهادا، فعله اجتهادا، تقريره على أمر فيه اجتهاد. فإذا قوله كما قال الولاتي، تعريف المالكية، الإمام العالم الولاتي يقول قول الصاحب هو رأيه الصادر عن اجتهاد، هو رأيه الصادر عن اجتهاد. أه بس فينا رضي الله عنك حبيب. اللهم أمين. وجاءت بعض التعريفات الأخرى، قول الصاحب هو المراد منه ما أثر عن أحد الصحابة من قول أو فعل أو تقرير في أمور الدين، ما لنا أمور الدنيا، في أمور الدين. إذن جملة الكلام في قول الصاحب الذي نقوله هو حجة أو ليس بحجة هو قوله في مسألة لا دليل فيها، أو قوله في مسألة شرعية لا دليل فيها، صدر عن اجتهاد ورأي رأى. مثال ذلك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما سألوه عن امرأة مات زوجها وكان عاقدا لم يدخل بها، وكان عاقدا، ها، وكان عاقدا ولم يسمي لها مهرا، قال ليس لي فيها سنة. قال ليس لي فيها سنة. فقالوا من نسأل؟ مكث شهرا يردهم، شوف الحرص. ثم بعد ذلك قال أقول برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. فقال عليها العدة. ولها المهر كاملا. قام رجل فقال له إن النبي حكم في ورع بن في ورع بنت واشق بهذا الحكم. فسجد لله شكرا، فسجد لله شكرا. هذا قول الصاحب. فهل هو حجة أم لا؟ هذه المسألة نتعرض لها، كيف المالكية يقولون في قول الصاحب، لا سيما أن الموطأ مليء بأقوال الصحابة وأفعال الصحابة. هو مات، زوج ميت. قال الله تعالى الذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهمت؟ نعم. معنى حجية قول الصاحب أن المجتهد التابعي وغير التابعي يجب عليه أن يأخذ بقول الصاحب ويعمل به. يعني هو حجة على غيره من الصحابة طبعا. لما يخالف أبا يونس، أنت جالس في مجلس علم والله الحمد. لكن لا يكون حجة على غيره من الصحابة، هذا سيأتي. فمعنى قوله حجية قول الصاحب أنه حجة على غيره من التابعين، إن وصلهم قول الصاحب فهو حجة عليه ولا يجوز لهم مخالفته. أما المجتهد من الصحابة لا يكون حجة على غيره، ليس واحد بحجة على الآخر، بأولى في الحجية على الآخر. فحجية قول الصاحب تكون على من جاء بعده إذا لم يرد في المسألة إلا قول أبي بكر إلا قول عمر، واجب عليه أن أخذ به ولا يجوز له مخالفته، فهو حجة عليه، فهو حجة عليه. والمسألة فيها تفصيل، لأننا ممكن نفصل قول الصاحب بأنه قد يكون حجة لا يكون حجة، ها، وأيضا تفصيله في هذا الباب جزاكم الله خير. منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود بلا خلاف، ومنه من هو مختلف في قبوله ورده.
قول الصاحب فيما لا مجال فيه للرأي كمسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد والعبادات والتقديرات في هذا الباب. أولا لابد أن نقول بشريطة أن لا يكون قد أخذ من أهل الكتاب، شريطة أن لا يكون قد أخذ من أهل الكتاب. لو كان دائم الأخذ من أهل الكتاب قول لا يكون حجة في الغيبيات في الاعتقادات. لما؟ لأننا نقول نشك ونقول قد أخذها من أهل الكتاب. وابن عباس كان يأخذ من أهل الكتاب لكن كان مقلا، لذلك ما حكموا فيه القاعدة، وما أتى به من الغيبيات قالوا هذا موقوف له حكم المرفوع، كما قال ابن مسعود بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة وما بين كل سماء أخرى مسيرة 50,000 سنة. ثم قال والعرش فوق السماء، أو قال الماء 50,000 سنة والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم تعملون. هذا كلام لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي بحال الأحوال، ده كلام غيب، ده غيب محض، غيب محض بيبين لك المسافة بين كل سماء وسماء والكلام على الماء. هذا واضح أنه على الغيب المحض، فلا يمكن أن يقال أنها من اجتهاد ابن مسعود، بل نقول ما جاء ذلك إلا توقيفا. لما تقول عائشة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، أو قالت كان يذهب إلى غار حراء يتعبد لله جل وعلا الليل العد، لا يمكن أن يكون يعني ثم رأى جبريل، لا يمكن أن تقول كلاما في هذا الباب وهو فيه اجتهاد منها. لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون موقوفا يعني عن الاجتهاد موصولا بالوحي. فلذلك قلنا قول الصاحب ما أدري والله، الذي أعرفه أنها يعني أكيد موجودة هذا الظن فيها، وأنها لا تتغيب بحال من أحوال جامعة اليوسف ما تتغيب، لكن عدم المشاركة يحزننا جدا عدم المشاركة. فأنا أعزم عليها قولا فصلا إن كانت موجودة أن تبين أنها موجودة. ها؟ في حد أشكل عليه شيء؟ ما هو؟ هذا إذا طلقها، لا أن مات عنها، هذه مات عنها، لكن إن طلقها لا عد عليهن إذا طلق، لكن هذا مات عنها، مات عنها وهي إيش؟ زوجة، وهي زوجة، فتأخذ أحكام الزوجات. أنا أعزم عليها الآن إن كانت موجودة أن تظهر أنها موجودة. نعم. إذا أقول قول الصاحب فيما هو غيب فهذا حجة بلا خلاف، بالإجماع حجة، لأنه رجع إلى المرفوع. وكذلك في أمور العبادات إذا كانت هيئات أو عدد أو غير ذلك أيضا في هذا الباب يكون حكم الرفع، لأنه لا مجال للاجتهاد في مسائل التوقيف، ما هي إلا الأدلة. مثال ذلك كما قلت قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا من احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في ذلك قال ابن عباس تأتي من عندي نفسي بهذا الكلام، يجعله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم نور إني أراه على التصحيف الذي صحف على بعض الرواة. لكن أيضا يقولون بأنه هذا حكم الرفع. وكذلك في العبادات عندما يأتي بأذكار مخصصة أو مخصص لفظها للصلاة لا يمكن أن يكون فيه اجتهاد، لا يمكن أن يكون فيه اجتهاد، يكون توقيفي يعني مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من قول الصحابة، إذا كان قول الصحابي معتمدا على دليل من الكتاب أو السنة فهو حجة بلا نزاع بالإجماع. قول الصاحب هنا حجة لأنه ليس بقوله، هو ناقل، كما قال لعن الله النامصة والمتنمصة، وقال تجدون ذلك في كتاب الله جل في علاه. جاءت المرأة قالت له قد قرأت، فقالت قرأت الكتاب يعني من أوله إلى آخره لم أجد أن الله لعن النامصة والمتنمصة، فقال لها إن كنت قرأتيه لوجدتيه، قالت قرأته ولم أجد، قال أما قرأت قول الله تعالى
وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن النبي قال لعن إن الله لعن الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة إلى آخر الحديث. مش فقيه؟ استغفر الله. طبعا عشان المذهبية برضو قال ده أنه مش فقيه بأيضا يعني. وبعد الثاني الفقه وابن مسعود يقول بذلك وقال المشكلة في هذا وقال لما قالت له امرأته تفعل ذلك ده دي غصة في الحقوق هم لا يفقهون. مشكلتهم أنهم لا يفقهون في الأدلة. يقول لك وإن السادة الشافعية قد قالوا إن أذن الزوج فلها ذلك. يا ابن الحلال ابن مسعود قالت له امرأتك تفعل ذلك لو كان بقى كما تقولون الإجابة السديدة في هذا الباب إيه؟ قد أذنت لها لأن المسألة متوقفة على إذن إيش؟ لا شو بقى انظر النكاية لأصحاب المذهبية. فقال لا ادخلي لو رأيتها فعلت هي طالق ليست عندي انتهى هي طالق للتعجب. فين بقى إذن الزوج ده وفين الرحمة لابن مسعود يطلقها ما فيه إذن يا ابن مسعود ده النبي علق الأمر على إيش على إذن على ما قالوا طبعا مخترعوا ده بيخترعوا في هذا الباب اختراعا ألغوا ما أثبته الشرع وأثبته ما ألغاه الشرع فانقلب عليهم الفقه ولم يفقهوا شيئا وأيضا عارضوا السنن ووقفوا يقول نحن الجدد نحن المتسلخون الجدد نحن البطريق الجدد لا كل جدد في جدد ابن مسعود ظاهر ابن تيمية مش حمال ظاهر شو ابن مسعود قال لها ادخلي لو رأيت ذلك فهي طارق فهي طارق متخلقون الجدد هذه مهمة جدا اجعلها في بوست خاص لهم. فلذلك أقول أنه إذا أتى بمسألة فيها الدليل ينتهي الأمر يبقى قوله حجة لأنه أصلا حجته فين في الاستناد في المستند فهو قد استند إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله جل في علاه كما قال أبو سعيد الخدري لابن عباس ألا تتق الله ربك أما رأيت الناس ماذا يفعلون بفتواتك فقال هذا الباب بلى لكني أنكر التعمق في المذهب ولما يأتي الحديث يقول مذهبي أنا لي مذهب وأعيش به لكني لست ممن يغطي بالمذهب على السنة لحال من الأحوال لا أقول قالت سادة وقل لك قال رسول الله تقول لي إمامي أعلم بهذا الحديث أنا أنكر على هؤلاء الذين يطمسون أحقية السنة في التقديم ويقدمون قول المتأخرين حتى دون المتقدمين والبحث عن المعتمدات دون البحث عن الدليل نعم لذلك أقول إن كان مستند السنة أبو سعيد قال ألا تتق الله ربك فيما فعلت أما ترى الفتوى ماذا فعل قال وما فعلوا قال تقول بأنه يجوز الدرهم بالدرهمين يجوز الدرهم بالدرهمين وقد سمعت رسول الله يقول لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين قال شيء سمعته من أسامة أنه قال إنما الربا في النسيئة أو قال لا ربا إلا في النسيئة في هذا الباب والرابع إذا قال الصاحب قولا ووافقه الباقون من الصحابة ولا الثالث ها نعم خلاص آسف إذا جاء قول الصاحب في مسألة غير تشريعية كمسألة التفضيل بين الصحابة فالقول هنا ليس بحجة لأن المسألة مسألة شرعية في هذا الباب لا يترتب عليها أحكام في هذه المسألة كأحكام يعني أحكام تعبدية لكن سيترتب عليها أحكام في إيش في الولاء والبراء الولاء والبراء طبعا من يحب أكثر من من وهذه المسألة لكن الحق ليس فيها هذا الباب لا ليس كذلك بل الفقه على طريقة أهل الفقه أفضل لكن أهل الفقه المحدثين ها أهل الفقه الحقيقي مش أهل الببغاوات ومش فاهمين الفقه وتعليم الفقه هو ده إنك تفهم الدليل تصل لمراد أسرع ما تكون تصل لمراد القائل ده معنى الفقه الفقه هو إن أنت تستطيع تصل إلى مراد القائل ودي لا دعك من تعرفه مش فاهمينه بيتكلموا أنا خليها في التلخيص أصلا لغة هو أن تصل لمراد القائل وهذه أشق ما تكون هو ده العلم ولذلك ابن رشد كان يقول
بائع الخفاف ليس كصانع الخلاف الخفاف. فأقول إخوتي الكرام القول الصاحب إن قال قولا ووافقه الصحابة لم يخالفه أحد فهذا حجة، يخرج عن النزاع. لما هو حجة؟ لأن هذا قالوا أنه إجماع سكوتي، أو لو قلنا وافقه ما قلنا سكت عنه وافقه يكون إجماعا، والإجماع حجة على العلماء. حالة ثالثة ليه؟ هي اذا جاء قول الصح في مسألة غير الشرعية، يعني هذا ترفع عليها احكام تفضيل صاحب على صاحب. تفضيل صاحب على صاحب ممكن ما يكونش المثل مطابق جدا يعني، لكن بيتكلم مثلا على التأبير، بيتكلم على مسألة يعني تتزوج امرأة طويلة، ها مسألة مسألة ليست في يترتب عليها حكم شرعي. احنا الخامس قول الصاحب، يأتي قول من الصاحب خالفه غير من الصحابة فليس بحجة، قول الصاحب على الصاحب ليس بحجة. السادس قول الصاحب ليس حجة على المجتهدين من الصحابة باتفاق، فهذا ليس في النزاع. وقول الصاحب إذا كان سكت عنه يبقى إجماع سكوتي. أي نعم، هذا هو أن يكون متمذهبا ويكون من أهل الحديث، هذا أروع الناس علما وأتقنهم. القول الثامن قول الصاحب لم يعرف له مخالف لكن لم ينتشر بين الصحابة، وهو ده النزاع فيه في مسألة شرعية، لم يعرف له مخالف ولكن لم ينتشر، عشان ما تقول انه اجماع سكوتي، لم ينتشر بين الصحابة، هذا النزاع فيه، هل هذا حجة على غيره ام لا؟ هذا هو النزاع هنا. يبقى قال الصاحب قولا لم يخالفه احد من الصحابة ولم ينتشر بين الناس بين الصحابة حتى نقول اجماع سكوتي، فهل هذا حجة؟ هذا النزاع هنا، هل هذا حجة على غيره ام ليس حجة على غيره؟ هذا النزاع في هذا الباب. وطبعا باتفاق وبالاجماع ان الصحابي ليس حجة على صحابي اخر، يعني ليس ملزما ان صحابي ياخذ بقول صحابي اخر الا اذا ظهر الدليل معه وخلاص الحجة معه انتهى، كمثل ابن عباس عندما قال له علي بن ابي طالب، وش قال له علي بن ابي طالب؟ قال له ايش؟ قال له انك رجل تائه، لان علي بن ابي طالب قال بنكاح المتعه، فقال له ابن عباس انك رجل تائه. العكس، علي بن ابي طالب قال ابن عباس انك رجل تائه، ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعه. والعلماء ينازعون في ذلك، يقولون علي اخطا مع ابن عباس. ليش؟ لانه علي بيتكلم على ان النبي نهى عنها يوم خيبر، وهي نسخت، يعني هي اصلا كانت بالبراءه الاصليه جائزه، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ثم اباحها، فجاء النسخ، فابن عباس كان عارف النسخ وعلي لم يظهر له النسخ او لم ياتي النسخ، وبعد ذلك في سبايا اوطاس نسخها النبي صلى الله عليه وسلم نسخا تاما، قال ابد الابد. ولذلك ابن عباس لم يقل بجواز المتعه على الاطلاق، ابن عباس قال بانها كالميتة للمضطر، وده ليس اطلاق تحليل، كالميتة للمضطر، فكانت من باب الاجتهاد، اجتهاد الصحابي. لذلك ابن الزبير انكر عليه ذلك، قال ما لي ارى اقواما اعمى الله بصيرتهم كما اعمى ابصارهم يقولون بالمتعه، فقام له، ده في خطبه الجمعه هذا الكلام، قام له قال ما لي اراك جلفا غليظا اعرابيا، قال افعلها وسترى ما افعل بك. افعلها يعني ايش؟ تزوج بالمتعه. طب هو ابن جرج جاء وكمل المساله ب 60، تزوج 60 امراه بالمتعه، طبعا خطا، بس انا اقول حتى لا يقال في ان ابن عباس يقول بها على الاطلاق. فاذا قول الصاحب ليس بحجه على قول الصاحب، ولذلك ابن عباس يعني كان قد وافق ابن عمر في الطلاق الثلاث، وبعد ما مات خالفه، وخالف جابر ايضا ابن عمر في بيع الاولاد، ففي اكثر من صاحب خالف الصاحب ولم يكن. علي بن ابي طالب قال بجلد شارب الخمر 80، ولما اخذ عقبه بن ابي معيط ان هو كان شارب الخمر صلى بهم الفجر، فقال يعني صلى بهم 4 ركعات وهم يعني اما جالسين واما معهم على الخلاف الفقهي،
فبعدما انتهى وسلم استدار عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أزيدكم. قال ابن عباس ما زلنا معك في زيادة. فقال بعض أزيدكم. قال ما زلنا معك في زيادة. فأخذوه. فعلي بن أبي طالب قال للحسن اجلد. لأنه عثمان قال علي اجلده. فقال علي للحسن اجلده. قال يتولى حارة من تولى قارة. أنا لا أفعل. قال ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام قوي. قال تولى حارة من تولى قارة. فأخذ عبد الله بن جعفر أو محمد بن جعفر. قال له اجلد وهو يعد. عد لغاية 40. قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. وجلد أبو بكر 40. وجلد عمر 80. والأربعون أحب إليه. مع أنه أصلا اللي قال على عمر الخطاب إنه إن شرب هدية وإن هدية افترى وحد المفتري 80. هو عبد الرحمن بن عوف. نعم احنا شرحنا ذلك لحمزة لو ترجع لشرح عمل أهل المدينة بينا ذلك وقلنا يضعف مذهب مالك بسبب ذلك لكن فصلنا القول. فهنا خالف الصاحب. فقول الصاحب ليس حج على قول على الصاحب الآخر. نعم. أما مذهب مالك ففيه قولان أو قل أقوال ثلاثة ونقلها الباجي العالم النبيل وكثير من العلماء علماء المالكية. قالوا بأن القول الأول قول الصاحب ليس بحجة مطلقا. نعم نعم بيصفون أهل السنة بالنابتة والحشوية والممثلة والمجسمة وهلما جرى. القول الأول ليس بحجة مطلقا. نقل هذا القول الزركشي في البحر المحيط عن القاضي عبد الوهاب حيث قال إنه الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك. وطبعا رفضوا الباجي. الباجي رد هذا القول وقال بأنه حج عند مالك كما ذكر الباجي في الإحكام. فقال الظاهر مذهب مالك رحمه الله أنه لا حجة فيه وذكره في المنهاج في ترتيب الحجاج. فقال قول الواحد من الصحابة إذا لم يظهر وينتشر ليس بحجة وهو الظاهر مذهب مالك. والحقيقة رد ذلك رده كلام الباجي نفسه رد هذا الكلام وحكاه الإمام الشنقيطي في نشر البنود. في القول الثاني عن مالك قال والثاني المنع مطلقا ومرويون عن مالك أيضا ونقلوا عنه حسن مشاط في الجوائز الثمينة. وهذا القول الأول أن قول الصاحب ليس بحج. ولذلك أنت تقول يعني كيف ابن تيمية قال ولا إما الأربعة على أن قول الصاحب حج لأنه أخذ القول الثاني الرواية الثانية عن مين؟ عن مالك وهي المعتمدة وهي الرواية المرجحة في مذهب مالك أن قول الصاحب حج. وإلا الموطأ من أول إلى آخره شاهد على ذلك. الموطأ من أول إلى آخره شاهد على ذلك. نعم. وسند هذا القول ما احتج به القاضي عبد الوهاب أن مالكا نص على وجوب الاجتهاد واتباع ما يؤدي إليه صحيح النظر. فقال وليس في خلاف الصحابة سعة وإنما هو خطأ أو صواب. والمسألة هنا لا حجة لهم في ذلك. ليش؟ لأننا دخلنا في مسألة أن الصاحب يخالف صاحب وأقوال الصحابة إذا اختلفت ليست حجة. ما فيش واحد حجة على الآخر. يبقى هنا صحيح النظر لترجح بين الأقوال. هنتكلم على قول الصاحب الذي لم يخالفه أحد ولم ينتشر يعني هل هو حجة أم لا. واعترض على هذا بأن هذا جواب مالك في قول الصحابي المختلف فيه في الخلاف. فأرى أنه قابل الاجتهاد وهذا صحيح لأن احنا قلنا الحجية التي نتكلم عنها وين؟ إذا كان قول الصاحب لم ينتشر ولم يخالفه أحد هذا هو الأصل في حجية قول الصاحب. أما عمر يخالف علي وعلي يخالف عثمان عثمان يخالف الزبير إذا ما في حج ليس أحدهم بأولى بالحجة من إيش من الآخر. أما تقول لي عمر أنا ممكن أتيك بمرجح لعمر وأبي بكر وده أتى بيها حتى قول الشافعي في هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتادوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر اقتادوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر. فيرى أنه قابل الاجتهاد لكون يحتمل خطأ أصابه هذا خارج عن محل النزاع. وقد بينت ذلك أنه عندما يكون الاختلاف ليس هذا محل النزاع. النجزي قال وأما إذا اختلف الصحابة على قولين فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما أو يرجح أحدهما بكثرة العدد أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة وإن استوي وجب الرجوع إلى دليل آخر. طبعا بعض العلماء يرتب الحجية في ذلك يقول أولا إذا اتفق الأئمة الأربعة فلا مخالف لهم يقدم قولهم
الترجيح. واذا اختلفوا فابو بكر وعمر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين بعد ابي بكر وعمر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوا ابا بكر وعمر ايش يرشدوا. وقال الشنقيطي فاذا خولف فليس بحجه لان القول الاخر يناقض. القول الثاني وهو المعتمد في مذهب المالكيه، القول الثاني والمعتمد في المالك قول المالكيه او في مذهب المالكيه، قول الصحابيه حجه شرعيه. ذكر هذا القول الباجي فقال الخضري عن مالك انه قال هو حجه، وقال القرافي اما قول الصاحب فهو حجه عند مالك. ومن زيد ايضا قال قول الصاحب اذا لم يكن له مخالف فانه انتشر ذلك القول في الصحابه فهو حجه كالاجماع السكوتي، ولم ينتشر فمذهب مالك هو حجه. احنا قلنا النزاع وين؟ النزاع في قول الصاحب الذي ليس له مخالف ولم ينتشر حجه ولا ليس بحجه. وقال الشنقيطي والثالث تفصيل عزاه الباجي لمالك هو انه حجه بشرط الا يعلم له مخالف، ولانه حجه اجماع وان خلف فليس بحجه لان القول الاخر يناقضه كما قال الشنقيطي. سند هذا القول هو ان مالك في الموطأ استدلالاته كثيره جدا بقول الصاحب. قال ابن القيم على حكايه هذا القول عن مالك وقال وتصرفه في موطئه دليل عليه. فالعديد من تلك الاقوال تتعلق بمسائل لم تنتشر لم تشهر، واخذها الامام مالك على انها حجه، اخذها الامام مالك على انها حجه. والراجح في ذلك هو ان المعتمد في مذهب المالكيه ان قول الصاحب حجه، وهو ما ذكره القرافي والبادي ولم يذكروا عن مالك القول الاخر. والذي معناها انهم تغافلوا عن القول بانه ليس بحجه دلاله على ضعفه، مع ان البادي في البدايه صرح بانه ايش؟ هذا الراجح انه قول مالك حجه وان قول الصاحب حجه ليس بحجه عند مالك. قال الامام العلم الولاتي ان القول المروي عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادله مذهب مالك رحمه الله تعالى انه حجه شرعيه عند مالك، سواء كان الصحابي اماما او مفتيا او حاكما، سواء كان قولا او فعلا، طبعا الزياده من عندي انا او تقريرا فانه ايضا يكون حجه. والقرافي قد احتج لذلك بحديث موضوع لكنه منتشر بين الناس، اصحابي كالنجوم بايهم اهتديتم. طب ايش اللي يغني عن ذلك؟ حسام المفاجاه متعبه، استاذ قشطه بتخر عسل كلها عسل، استاذ محمود المريض نامت الحمد لله، ما بلاش فهلوه. شوف فساك في كام نظام. ماشي اتفضل. فين بقى ده دي قيادها فقط. نعم شيء هو الفضل في امرين في او في ثلاث ادله. الدليل الاول خير الناس قرني ثم ندينا، يعني خير الناس قرنها الخيريه، دل ذلك على انك اصلا ان اردت الخيريه لابد ان تكون تحت رايه الصحابه. والامر الثاني انا وانت لا يعني الغياب الذي تغيبتيه كثيرا ماذا افعل معك يا سمراء؟ وايضا الجامعه يعني ما ادري هذا الظن بها، ولا يمكن يعني ان يتزعزع هذا الظن انها تسمع، وايضا طلبنا منها عزما ان تبين ذلك وتزيل ذلك او تعلق على ذلك لم تفعل وهي تسمع. ما ادري الادب مع اهل العلم اروع من الصمت. فاقول قول صاحب حجه في الدليل الاول خير الناس قرن. الدليل الثاني مهم جدا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإن ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال وأصحابي أمنة لأمتي، ولا تكون الأمنة إلا بالعلم. لا يمكن أن تكون صمام أمان إلا بالعلم. لا يمكن أن تكون صمام أمان إلا بالعلم. إلا بالعلم. فقال وأصحابي أمنة لأمتي، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقوله اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. العلماء أيضا في الأدلة القرافي يستدل على ذلك أن له حكم الإجماع السكوتي. هذا فيه نظر. ليش؟ لأن الإجماع السكوتي لابد أن يكون قد انتشر بين الصحابة، والإجماع السكوتي ليس بحجة،
لأنه القاعدة الصحيحة الساكت لا ينسب له قول في هذا الباب. لكن احنا نقول النزاع بأنه لم ينتشر، لم ينتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة. وهناك كثير من المسائل التي قد احتج بها مالك الموطأ واحتج عليها بقول الصح. كثير جدا يحتج بابن عمر، كثير جدا مالك يحتج بابن عمر في مسائل كثيرة في العبادات في المعاملات، احتجاجاته كثيرة بابن عمر. من هذا الإمام السيوطي أصلا في خلاف أصولي بالعلماء، وصح أنه ليس بحجة. احتج مالك في صفة التيمم أنه يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليد، يمسح اليد إلى المرفقين، على أن عمر فعل ذلك، على أن ابن عمر فعل ذلك، وهو بسنة صحيح، وهذا اللي احتج به الشافعي أصالة على أن المسح إلى المرفقين. فاحتج مالك إلى المرفقين في ذلك، مع أن الحديث الظاهر هو أيضا في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار ضرب فمسح يده وإيش وكفيه، ومع ذلك احتج بابن عمر. واحتج مالك أيضا بفعل ابن عمر في السجود أنه كان يضع كفيه على المكان الذي يضع عليه جبهته في السجود، قال كان ابن عمر يفعل ذلك، كان ابن عمر يفعل ذلك. وأيضا احتج مالك في مسألة الوتر بابن عباس في من نام ثم استيقظ ولم يوتر فإنه يجوز له الوتر بعد الفجر ثم يصلي الصبح بعد ذلك. ابن عباس كان يفعل ذلك ليش؟ لأن ابن عباس عنده تأويل. وش هو؟ أنتوا فاهمين الصورة؟ كان إذا استيقظ بعد الفجر صلى الوتر، نام هو على أنه سيستيقظ قبل الفجر ليصلي الوتر، قام بعد الفجر فصلى الوتر قبل أن يصلي سنة الفجر ثم صلى سنة الفجر. من نام عن صلاة، ماشي ممتاز. حقيقة الأمر الدليل الأول هو الأصيل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة، زادكم صلاة من صلاة العشاء إلى صلاة صلاة الفجر، فقال علق الوتر بصلاة. ما يبقى أنت الآن لك أن تأتي بالوتر بشرط ما لم تصلي، فالوتر متاح لك حتى بعد طلوع الفجر ما لم تصلي، لأن علق الأمر بإيش؟ بالصلاة. وأيضا قوله من نام عن صلاة أو نسيها، فاحتج ابن عباس في ذلك. احتج أيضا بابن عمر في نقد الوتر، احتج بابن عمر في نقد الوتر، مع أن في صحابة أصلا خالفوه بذلك، لكن هو احتج بقول ابن عمر في نقد الوتر، لأن ابن عمر كان يوتر ليلا، فإذا طمع في الاستيقاظ استيقظ، قام يعني استيقظ ثم صلى ركعة وقال تشفع لي الوتر الأول ثم صلي ركعتين ثم صلي ركعتين ويوتر بعد ذلك. فقال بنقد الوتر بفعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. احتج أيضا بفعل ابن عباس في القصر، واحتج أيضا بفعل ابن عمر على توقيت القصر. يعني نقد الوتر ها؟ نقد الوتر يعني يصلي واحدة إلى الواحدة. إيه ده؟ يعني واحدة إلى واحدة معلش. وان تو وان بري وان طيب بعدها ايش تولت ما جاء ما انا بكلم عربي مش فاهم. صلى وترا ونام، قام فصلى وترا اخرى قالت تشفع الاولى. اه بتاعت عادي يا جد رضي الله بارض الله وجهك كريم. امين امين احسن الله عليك. واحتج ايضا في مسافة القصر بابن عمر بن عباس أنه ما كان لا يقصرني إلا في أربعة برد تصل 71 كيلو 72 كيلو حاجة شيء مثل هذا، حيث كان يقصر ابن عباس بين مكة والطائف وبين مكة وجدة، وهذه أربعة برد. واحتج مالك بقول عبد الله بن عمرو بن العاص في الصلاة في معاطن الإبل دون مراب صلاة في مرابض الغنم دون معاطن الإبل. حديثه مرفوع لكن أنا أتكلم على أنه يحتج بقول صاحب. واحتج مالك أيضا بعدم
زكاة الحلي بفعل عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص. كثير من الصحابة فعلوا ذلك، فاحتج بها احتج به مالك، قال لا زكاة في الحلي لأن عائشة كانت تلي بنات أخيها ولهن حلي ولا تخرج عليه الزكاة. واحتج أيضا في الطهارة على أخذ ماء جديد للأذن، وأن الأذن من الرأس ويأخذها ماء جديدا بفعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. واحتج على الوضوء من القبلة بقول ابن مسعود من قبل امرأته وتوضأ. كلها أدلة واقعية يعني عن مالك رضي الله عنه وأرضاه بالاحتجاج بقول الصاحب. وفصل الخطاب إن شاء الله يأتي تتمة في الدرس القادم، أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. الذهب الذي تلبسه المرأة عليها أن تزكيه وجوبا، وإن كنت مالكية يا سمراء تغيبت صباحا وعصرا ومساء وليلا أتيت، كل ذلك كنت خلف الكهف أو كنت في سراديب التاريخ أم ماذا؟ ما رأينا منك اعتذارا في هذا الباب. والأمر الثاني، أنا حزين جدا أن يكون من قلنا له أنه يسمع ثم يعلق ولم يعلق. تفضلوا. صراحة أنا ما أصدق أنه لا يكون هناك وفاء، ليس وفاء أخت نوال، وفاء الذي عز في هذا الزمان، الوفاء الذي عز في هذا الزمان. ما أقبل الاعتذار، ما أقبله، ما أقبله حتى أعرف العذر. حفظكم ربي. الآن لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.